ناس تافهة كل لحظة في حياتهم بيحبوا يشاركوها على الفيسبوك، انا بشرب قهوة فين ولابسة لبس فين وبعمل ايه، بحس ان هما ناس كده طبعين يضيعوا وقت وخلاص. بس للأسف الناس دي ليهم نسبة مشاهدات ومتابعات عالية، من يعني خاصة من الأندر إيدج أو البنات اللي لسه بتنبهر بالبلوزة جديدة شكلها عاجبني ستايل مش عارف ايه وكده. ففي بلوجر اسمها آية مكرم، احنا ما بنحبش ندي الحاجة أكبر من حجمها، وبالنسبة لي الناس دي احنا لو هنتكلم عنهم فنديهم أكبر من حجمهم. بس اللي خليني أعقب النهاردة معانا في البرنامج هو هجوم على الإعلامي محمود سمير زميلنا، فخلانا نتكلم بقى النهاردة على الشاشة عن الموضوع بتاع آية مكرم والفنان الكبير تامر حسني. هو يمكن يا اسراء انا لما طلعت قلت وجهه نظري يا جماعه، قلت وجهه نظري يعني يعني ما عممتش الموضوع، بس هاجمت غلط. لقيت الناس بتهاجمني عشان انا بهاجم غلط، ومش الناس كلها، بعض الناس بتهاجمني عشان اصحابها وعشان 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 وعشان. يمكن دلوقتي يعني بداوا يطلعوا عليا كلام ان محمود كذا وكذا، يعني مش عايز اذكر حاجات من هذا القبيل، يعني هنكتفي بعدم الرد يعني، ويعني خير الرد اسراء ردت. يعني هي الفكره كلها ان انت مثلا دلوقتي عندك متابعين، وخاصه بنات لسه بيتكون ليهم افكار او بيتكون ليهم مبادئ. فانا لما اطلع مثلا في فرح وجوزي مفروض ان هو معايا في الفرح، واقوم رمياه في جنب كانه قفص جوافه رميته في جنب، واهتم بس بالمغني او الانبهار الشديد اللي حصل على المغني اللي كان موجود في الفرح. يا اسراء ايه رايك في الانبهار انت اللي حصل؟ هو طبعا كل حاجه يا جماعه بحدود. هو تامر حسني طبعا فنان كبير وعلى عيننا وراسنا وكل حاجه، بس انت فرحك جوزك جنبك، فما ينفعش ان انا اتاخره في جنب كده وامسك ايده واحضنه يعني، واقعد اللي هو هيس معاه واسيب بقى جوزي واسيب الناس في الفرح. فالانبهار لو ليه حدوده فالحياء يعني هو احسن حاجه في الدنيا. فانت كان المفروض مهما كان مين اللي موجود، فانبهارك الاول والاخير لازم يكون بجوزك اللي هو رقم واحد يكون في حياتك. وانا يا صراحه وانا ما شفتش جوزها بصراحه في الفرح، يعني هو كان فين؟ في قفص جوايف واقف كده محمود ما شفتوش ازاي. الله المستعان، ربنا يصلح حالنا وربنا يهدينا. وانا مش عايزه انا بس خدوا بالكم يا جماعه عشان انتوا في ناس كتير بنات لسه صغيرين بتتابعكم وبتكون افكارها ومبادئها من خلالكم، فخدوا بالكم من اللي انتوا بتعملوه ما دام انتوا حبيتوا انكم تنشروا كل لحظه في حياتكم على السوشيال ميديا وبتكونوا متابعين عندكم وبتكبروهم. فيعني بالراحه شويه عليهم وكونوا مبادئ ساميه واخلاق نبيله ليهم. بلاش افوره في كل حاجه عشان بس امسك الترند او عشان اطلع بفيديو ينتشر على السوشيال ميديا والكلام ده. خلي فيه حكمه في كل حاجه في حياتنا. اعتقد هم خدوا جزء كبير اكبر من حجمهم، يعني كفايه عليهم كده. انا مش عايزين نعقب على الكلام ده ولا نديه اي اهتمام. يعني في بقى خبر تاني مهم جدا لكل متابعين اكبر نادي في مصر محمود، خلينا نتعقب عليه. طبعا يا جماعه في البدايه بس يعني بتمنى الكابتن اسلام الشاطر، طبعا بتمنى له السلامه. امبارح اجرى عمليه جراحيه،